قال وزير النقل هشام عرفات إن تطوير محطة المرج الجديدة وتنفيذ ازدواجا بينهما وبين محطة المرج القديمة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير وتحديث الخط الأول للمترو، وخصوصا مع إجراء تعديل في منظومة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق في مايو 2018. وخلال جولة تفقدية للوزير بمحطة المرج الجديدة، أشار عرفات إلى أن تكلفة أعمال التجديد تبلغ 100 مليون جنيه وستساهم في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة ركاب المترو، خاصة أن هذه المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية، موضحا أنه من المتوقع أن تنقل 90 ألف راكبا يوميا بعد الانتهاء من تطويرها.